مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجلة التواصل التي نقف من خلالها على أهم الأحداث التي شهدتها مجموعة سوداتيل والسودان خلال شهر مايو. أهلا وسهلا بكم. كانت استهلاليات الأحداث التي شهدها السوداني خلال مطلع مايو هو رعاية لفعاليات أسبوع المرور العربي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور. علي راسك فوق انت سوداني، الكرم والذوق وطيب عنواني، انا شجر ونخيل والخير في اغصاني، زي جذوري اصيل جنبك بتلقاني، انا مركب في النيل وشراعي سوداني، نؤكد للجميع بأننا خرجنا من هذه الاحتفالات بالكثير من الملاحظات والتوصيات التي تصب في مصلحة العمل وتحقيق شراكة حقيقية بين الإدارة العامة للمرور وكل شرائح المجتمع وصياغتها عبر خطط جديدة تستهدف المواطن وسلامته، خاصة في مجال التوعية والثقافة المرورية ومراجعة وتعديل قانون المرور لسنة 2010. حقيقة سوداتيل دعبت أن تشارك فعاليات المجتمع في أفراحها ومناسبات المختلفة حتى تكون فاعلا معهم، حيث أن هذا الأسبوع يغطي التوعية المرورية للمواطن السوداني وأيضا يغطي التوعية المرورية للمواطن العربي، ونحسب أن هذا يساعد في تقليل الحوادث وغيرها من الأشياء التي تنمي في المجتمع روح التعاون والتعاضد، وأيضا تنمي في المجتمع روح المشاركة الفاعلة. إيماناً من سوداني بدور الأب في بناء الأسرة وسعيا لخلق تواصل حميم بين مكونات الأسرة، رعى سوداني وللمرة الثانية احتفائية عيد الأب والتي أقيمت بالمسرح القومي. سوداني وأصيل في دم جاري النيل، نجم عالي حلم غالي ونور النجوم دليل، قدامه سكة نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح، في ايده لو مفتاح انجاز ولو كان بسيط، بالفرحة بنحكي ونعيد بصف النية، بهمة قوية جوا وطموح بيزيد، سوداني واصيل في دم جاري النيل، نجم عالي حلم غالي ونور النجوم دليل. وسط تفاعل كبير من القطاعات الرياضية، احتفل الوسط الرياضي والسوداني بإزدال الستار على المرحلة الأولى من دور السودان الممتاز عبر لقاء القمة الكروي الذي جمع الهلال والمريخ. سلام على كل سوداني، يا سلام على ناس الكورة، نشجع مع سوداني في المصطبة والمقصورة، الكورة في خط السنتر تكتيكو مهارة وأكتر، تكتيكو مهارة وأكتر، والهدف ما بتكرر والنصر الحلم الأكبر. السوداني تمثل وجه مشرق للشركات الاقتصادية الأهلية في السودان، وانتشار سوداني بين كل ربوع السودان
أداها القوة والمكانة إن يعني ترعى هذه الأنشطة الاجتماعية الكبيرة. كان ختام الدورة الأولى ختام أنيق، وهي رسالة سوداني تجاه الرياضة والرياضيين بأن تكون شريك لكل الشعب السوداني ولكل مشتركي سوداني في كل المحافل الرياضية وغير الرياضية. فالحمد لله رب العالمين انسدل الستار على الدورة الأولى من دوري السودان الممتاز بنجاح، ونعد كل مشاهدي ومشتركي سوداني وكل جمهور الرياضة والرياضيين في السودان أن تكون الدورة القادمة دورة مميزة، دورة منسقة مرتبة، تم لها التجهيز من الآن. سلام على كل سوداني، يا سلام على ناس الكورة، يشجع مع سوداني في المصطبة والمقصورة. سعيا نحو انفتاح سوداني نحو مشتركيه في ولايات البلاد، نظم السوداني استمرارا خاصا بالمؤسسات بولاية كسلة، كما افتتح صالة النموذجية لخدمات المشتركين بمدينة كسلة. تأكيدا على اهتمام السوداني بمشتركيه في أرجاء البلاد المختلفة، افتتح السوداني الصالة النموذجية لخدمات المشتركين بمدينة كسلة بتشريف عدد من قيادات الإدارة التنفيذية بمجموعة سوداتيل وبتشريف والي ولاية كسلة. الإنجاز القمة وحجر الأساس، نحن الإحساس الواصل كل الناس في كل بيت. الدرجة السوداني إنها تفتتح صالات بإمكانيات كبيرة تقدر تخدم المشترك في كل الولايات بصورة منتظمة، وفرت فيها الكيو سيستم لترتيب الصفوف، والحمد لله نحن من أول الشركات في هذا المجال اللي بنستخدم الكيو سيستم، ونحن بنفخر إنه نقدمه لإنساننا في الولايات كلها ما في المركز فقط. وسعيا وراء الانفتاح نحو مختلف القطاعات، نظم السوداني بمدينة كسلة سيمينار المؤسسات والذي شاركت فيه العديد من المؤسسات العامة والخاصة بولاية كسلة، وقد أشاد المشاركون من ممثل المؤسسات بخدمات السوداني والتي غطت مجالات التقانة والاتصالات. إحنا يعني البنوك كلها الآن الشبكة بتاع التعامل هي شبكة سوداتيل. سوداتيل دي ما خزلتنا أبدا في الشبكة بتاعتها دي في يوم من الأيام. بقول إنه نحن راضين كل الرضا عما قدمته هذه الشركة من خدمات في للمؤسسات الحكومية، ونتمنى لها التوفيق والازدهار والتقدم. بمشاركة واسعة من المساهمين أفرادا ومؤسسات، شهدت قاعة الصداقة انعقاد الدورة 22 للجمعية العمومية لمجموعة سوداتيل والتي حملت كثيرا من البشريات للمساهمين. سوداتيل أنا 20 سنة وحتزيد، بقربنا بحبنا ووقفتنا ايد في الايد. وسط مشاركة واسعة من المساهمين وأعضاء مجلس إدارة مجموعة سوداتيل وممثلي بعض المؤسسات العربية، انعقدت بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات الدورة 22 للجمعية العمومية لمجموعة سوداتيل للاتصالات، حيث استعرضت الدورة النجاحات التي حققتها سوداتيل خلال العام المنصرم والتي تمثلت في تحقيق أرباح بلغت 50 مليون دولار. وعلى صعيد الأداء المالي وهو الأهم، فقد تمكنت سوداتيل من تحقيق نتائج جيدة، إذ حققت ربحاً صافياً للمجموعة قدره 50 مليون دولار للعام 2014، مقارنة مع خسائر قدرها 17 مليون دولار خلال العام 2013، وخسائر قدرها 46 مليون دولار للعام 2012. المساهمون أمنوا في الاجتماع على ضرورة المحافظة على النجاحات التي تحققت، فيما ثمن ممثلي المؤسسات العربية المشاركين في اجتماع الجمعية عودة سوداتيل بقوة لأسواق المال العالمية. هذا الدليل يبشر على الاقتصاد ويبشر على حتى الشركة نفسها ونموها، فأنا أتوقع إن شاء الله رب العالمين بالعوامل الموجودة وبالمعطيات الموجودة أن الشركة تبشر بكل خير. الشركة انتقلت من خسائر في العام 2013 إلى أرباح كبيرة في تقديرنا في العام 2014،
توصيات مجلس الإدارة كلها أجيزت، خاصة التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح يعني وجدت قبول كبير عند المساهمين ورضا. السلام عليكم، نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحفيظ احمد عبد الحفيظ. عبد الحفيظ بيتكلم بسوداني؟ اكيد اكيد بتكلم سوداني. سر عشان انت بتتكلم بسوداني فزت معانا برصيد قدره 100 جنيه مقدم من سوداني، مبروك. اشكرك واشكر سوداني وبقول لكم خليك سوداني. علي راسك فوق انت سوداني سوداني واصيل. السلام عليكم، نتعرف عليه. وعليكم السلام والرحمة، خديجة عمر سليمان. خديجة بتتكلمي بسوداني؟ أيوة عندي شريحة سوداني. عشان تتكلمي بسوداني كسبتي معانا 100 جنيه مقدمة من سوداني، مبروك. وتسلموا، شكرا لكم كثير، إن شاء الله يا رب وكتر خيركم كثير وفرصة سعيدة. علي راسك فوق انت سوداني. نجوم كالدرر في الفضاء وزهور ورياح ظلت تعبق هذا الكون بأريج المحبة والوفاء والبذل في كل اتجاه، تلك هي كوادر سوداتيل. في فقرة وجه من سوداتيل نقف عند إحدى هذه النجوم. سوداني وأصيل في دم جار نجم عالي حلم غالي ونور النجوم دليل قدامه سكة نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح دربه أخضر بابه واسع. عصام بابكر كوكو مدير قسم العلاقات العامة بمجموعة سوداتيل. في البداية أحيي كل جماهير الشعب السوداني وأحيي مشتركي سوداتيل على وجه الخصوص الذين اختاروا خدمات سوداتيل. الحقيقة أنا تنقلت في سوداتيل في إدارات مختلفة، بدأت العمل في سوداتيل 2002 بتسويق الولايات، ثم انتقلت إلى العلاقات الدولية، وبعد ذلك إلى التسويق الحكومي، العلاقات العامة، المسؤولية المجتمعية، الاتصال المؤسسي، ثم قسم العلاقات العامة. ونحن في هذا القسم نزعى إلى خلق علاقات طيبة مع جماهيرنا في الداخل والخارج، وكذلك في التعريف بسوداتيل وخدماته وإنجازاته المختلفة، وكل ذلك يصب في مصلحة المشتركين. قدامه سكة نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح دربه أخضر بابه واسع في إيده لو مفتاح إنجاز ولو كان بسيط بالفرحة بنحكي. نتمنى لكل مشتركينا السعادة ونتمنى لهم الحياة الطيبة الرغدة السعيدة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حصيلة مجلة التواصل التي حملت أهم الأحداث لمجموعة سوداتيل وسوداني لشهر مايو. إلى أن نلتقيكم في عدد آخر من مجلة التواصل، كونوا بخير، إلى اللقاء. Oh,